عقد عبد الودود الزعف رئيس النادي القنيطري ندوة صحفية بأحد فنادق مدينة القنيطرة من أجل تقديم مستجدات ما يقع داخل النادي القنيطري والصراع القائم حول مستقبله. وتطرق الزعاف لمجموعة من النقاط المتعلقة بفترة تسييره للنادي والعراقيل التي وضعت من أجل إفشاله، كما اتهم مجموعة من المسيرين بالفساد التسييري وسوء الإدارة، وأكد أنه مستعد لتقديم استقالته من النادي لكنه لن يتساهل مع المكتب المسير الذي يقوده بلايد كروم، حيث لا بد من تقديم تقرير مالي مصادق عليه وافتحاص ميزانية النادي. ربحتوا لأن واحد مزور الأمور ودخل وداعي الرئاسة وغادي بالرئيس ووجبته صحيحة، ومهما تصدر الحكم وتبلغ وتنفذ بقى تيسير وكيتلعب بالاموال ديال المدخول ديال الملعب وال100 مليون ديال البلديه والى اخره. واش كيسحبها سهله؟ رانا ما هنسكتش، رانا غادي نستمر، ما غاديش نسكت. جو سوي انكريفابل، ما كنعياش. الا كانوا هما كينعسوا ما كننعش. علاش ما كانش يطلبوا سبونسور؟ حتى واحد ما كيبغي، ولا غير مساعده حتى واحد ما كيبغي. علاش؟ على هاد السبعه هادو ولا السته، منهم رشيد تريسيان، منهم داك وسمين حميد، اللي منهم هذاك، منهم الاطرش، منهم بلعيد كرو، فضل فاضل، شتكم تضحكوا؟ فاضل راه معروفين، ماشي زعما شي حاجه غريبه، اللي كاينين دائما دوما غاديين وباغين يبقاو وباغين يستمروا وباغين يديروا واحد اللجنه مؤقته باش يغطيو على ليكزيرسيس ديالهم اللي بقى، باش يحاولوا يدمسوا الكارطه ويدخلوا شي فشي. هادشي اللي باغي، ما راه ماشي على ما كاين لا شفافيه ولا حتى شي حاجه. فلهذا حنا بغينا غوندو ا سيزار سكي ابارتي ا سيزار، بغينا الجمع العام ديالي التقرير الادبي والمالي، من بعد ناخذوا ديالهم حتى هما بطريقه اوديتي، وتكون واحد الشفافيه حتى للجمهور، حتى للسبونسور، حتى للمحب، حتى رجال الاعمال ديال القنيطره، يقول كل الامور واضحه. اللي خلى شي حاجه فيها يتعاقب، واللي كان سليم الله يعاونه ونشكروه ويمشي في حالته، واللي بغى يستمر يستمر، ولكن وجوه جديده. اولا وقبل كل شيء، هذه الندوه الصحفيه راه ما كانتش سيبلي ضد شي واحد ولا شي، كانت سيبلي ضد واحد الايديولوجيه كانوا عاملين بها واحد الناس من ضمن طريقتهم وخدامين لصالح مصالحهم الخاصه. النادي القنيطري محتاج الناس اللي يشتغلوا بالقلب وبالمجان ومساعده معنويه وماديه لصالح النادي القنيطري، ماشي باش لكي مسيره النادي تمشي من القدام وتوصل لواحد النقطه معينه اللي باغيها الجمهور القنيطري واللي كيطالب بها دائما، هي النتيجه والصعوبه. فلهذا هاد استغلال هاد النادي هذا العتيق، حان الوقت باش نصفيو. اللي عنده يتفضل واللي ما عندوش يرجع. حنا عطينا دمنا وحطينا فلوس ولادنا وكل شيء، ومهما الكل كنقولوا فشلنا نرجعوا وما نتوقفش على مساعده النادي القنيطري.